ما هي أكثر 10 منشآت كلف بناؤها مبالغ باهظة؟ لطالما كلفت المباني والأبراج العملاقة مبالغ كبيرة على مر السنين، ومع ذلك ما زال التقدم العمراني يجتاح كوكبنا الأزرق، ويمكن أن تصل تكلفة بعض مشاريع البناء الكبرى إلى مليارات الدولارات عندما تخرج عن السيطرة، بين مواد خام وعمال وتخطيطات وتصميمات وبحوث. وفي هذا الفيديو جمعنا لكم قائمة بأكثر 10 منشآت شيدها الإنسان تكلفة على الإطلاق. أولا، برج الخليفة. برج الخليفة هو أطول مبنى في العالم بارتفاع 136 طابقا، إلا أن ناطحة السحاب هذه لم تكلف دبي ثروة كبيرة، فلم تتعدى تكلفتها 1.5 مليار دولار، على الرغم من أن بناءها استمر ل6 سنوات قبل اكتمالها سنة 2010. ثانيا، محطة الطيران الثانية في مطار هيثرو في لندن، ويطلق عليها اسم محطة الملكة، وهي جزء جديد من مطار هيثرو الذي يعد من المطارات الأكثر ازدحاما وكثافة في العالم. لذلك فقد أنشئت هذه المحطة مع أعمال بناء خارج الموقع لخفض التكاليف، وانتهت سنة 2014. على الرغم من ذلك كلف بناؤها 3.4 مليار دولار. ثالثا، المسرع النووي الكبير سيرن. استخدم مصادم الذرات الشهير هذا للعثور على جسيم هيجز بوزون، حيث بدأت شركة سيرن في بناء الهيكل سنة 1998، وتم الانتهاء منه بعد 10 سنوات في سنة 2008 بتكلفة قدرت ب5.8 مليار دولار. ومع ذلك فإن معظم المجتمع العلمي لا يرى في هذه التكلفة إهدارا للمال، نظرا لأهمية هذه المنشأة العلمية، ولأن هذا الصادم يعد أكبر وأقوى مسرعات الجسيمات في العالم. رابعا، جسر أوكلاند باي. يبلغ طول الجسم 7 كيلومترات وارتفاعه 160 مترا، ويعد أحد أكثر الجسور إثارة على هذا الكوكب. بدأ بناء هيكله الأصلي سنة 1933، لكن تم هدمه وإعادة بناء الجزء الشرقي سنة 2002. وعندما تم افتتاحه رسميا سنة 2013، سمح بمرور 250 ألف سيارة يوميا، وبلغت تكلفة المشروع حوالي 6.5 مليار دولار. خامسا، مطار هونغ كونغ الدولي. عندما بدأ من الواضح أن مطار كاي تاك لم يعد مناسبا كمطار رسمي لهونغ كونغ، تم اختيار جزيرة تشيك لاب كوك، وبني هيكل ضخم على كامل أرضها أنجز فوقه المطار الذي بلغ إجمالي تكلفته 20 مليار دولار. يعتبر مطار هونغ كونغ الآن واحدا من أكثر المطارات ازدحاما حول العالم، حيث يستخدمه 65 مليون مسافر كل عام. سادسا، مشروع كروس رايل في لندن لقطارات الأنفاق. يتم حاليا تشييد شبكة الأنفاق هذه لتتضمن مجموعة سكك حديدية يبلغ طولها 136 كيلومترا، تتوزع في وسط مدينة لندن. ولحجم هذا المشروع الهائل، فقد قدرت تكاليفه المحتملة بما لا يقل عن 21.6 مليار دولار، حيث من المقرر أن تعوض الكثير من أنظمة النقل القديمة والتي ما تزال قيد الاستعمال حتى يومنا هذا. سابعا، الحرم المكي في السعودية. وافقت العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية على ترميم المسجد الحرام في مكة وتحسينه وإنشاء سكك حديدية وطرقات جديدة، وتبلغ التكلفة المتوقعة لعملية التجديد بأكملها 23 مليار دولار، رغم أن هذا الرقم قابل للزيادة في حالة حدوث أي تطورات أو تغييرات في المشروع. ثامنا، محطة هينكلي للطاقة النووية. لم تقم أي دولة أوروبية ببناء محطة للطاقة النووية في العقد الماضي، والسبب ببساطة هو التكلفة المرتفعة لهذه المحطات. أما حاليا فيجري إنشاء محطة هينكلي للطاقة النووية في المملكة المتحدة، والتي يتوقع أن تصل تكلفتها إلى حوالي 26 مليار دولار عند اكتمالها. ترجع شركة EDF أسباب هذه التكلفة العالية للخبرات والتقنيات لبناء إجراءات السلامة لمنع وقوع الحوادث. تاسعا، محطة شيفرون جورجون للغاز.
تعتبر هذه المحطة منشأة ضخمة للغاز الطبيعي تقع غرب أستراليا، وقد بنيت على جزيرة بارو للاستفادة من حقول الغاز الموجودة في المنطقة. من المتوقع أن تصل تكلفة إنجازها إلى 54 مليار دولار عندما ينتهي المشروع. عاشرا، محطة الفضاء الدولية ناسا. تعتبر هذه المحطة أكثر ما شيده الإنسان تكلفة، وهي مشروع مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وبدأ بناؤها سنة 1998، ولا يزال يجري تحديث الهيكل مع مرافق ومميزات جديدة. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لبناء المحطة 100 مليار دولار مشترك بين مختلف الحكومات. المصدر موقع موني كونترول.